أجمعت الروايات على أن عدد المستشهدين مع الإمام الحسين عليه السلام يتراوح بين 17 و27 فردا على الأكثر، كلهم من آل أبي طالب من أولاد وأحفاد علي عليه السلام وعقيل وجعفر، استشهدوا في نصرة إمام الحق الإمام الحسين عليه السلام. ومن المشهور أن شهادة أهل البيت عليهم السلام كانت بعد شهادة كل الأصحاب. وكان للإمام علي عليه السلام من إخوة الحسين عليه السلام من أم البنين قضوا شهداء، وللإمام الحسن 4 أبناء، وكان حفيده الإمام محمد الباقر عليه السلام في معركة كربلاء له من العمر 5 سنوات. وكان للإمام الحسن عليه السلام 3 أبناء، عبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر والقاسم. ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من داب يذب عن حرم رسول الله؟ لبيك 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 يا حسين. عماه صوتك هزاني وأنت في الضفوف وحيدا تنادي بزحمة السيوف. عماه صوتك هزاني وأنت في الضفوف وحيدا تنادي بزحمة السيوف. فكيف الرماح تطوف بمن صنى الله والعرش فيه يطوف؟ يا فجعة الزمن في الكرب والمحن، قد حان أن أفي وصية الحسن. يا جاسي يا جاسم يا جاسم قوم دير العين ليا، الصدق رايح صدق رايح يا جاسم. هاي هي تخليني اون الليل وسهر، هي تخليني أو إن يا يا سغار. سمع القاسم عليه السلام استغاثة عمه الحسين، طلب من أمه رملة أن تعطيه وصية أبيه الحسن وسيفه، ثم تقدم من عمه الحسين عليه السلام طالبا الإذن بالقتال. لبيك يا عماه، إني لك ناصر، أبذل مهجتي بين يديك، فأذن لي. عماه يا قاسم، عد لأمك وقر عينها. يا عيني ووديعة أخي الحسن،
يعز علي والله أن أراك بين أسنة قوم لئام لا رحمة لهم. عمّا، هذه وصية أبي الحسن، إذا رأيت عمك الحسين فريدا يطلب النصرة فلا تؤخر في نصرته. يا قلب عمك، يا ريحانة روحي وحبيبي وأخي الحسن. يا ابني يا 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 ابني يا جاسم، يا ابني يا جاسم، أنا ردتك ما رد الدنيا ولا مال ولا مال. اتحضرني لا وقع حملي ولا مال. يا جاسم خابت ظنوني ولا مال ولا مال. عند الضيج يا ابني قطعت بيا يا عند الضيج يا ابني قطعت بيا يا تبيا يا يا يا. إن تنكروني فأنا ابن الحسن، سبط النبي الهاشمي المؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن. قل ودعت الله يا عيوني، نيتكم وحيد تخلوني. عقبكم يا بويا عقبكم يا بويا، يا من عيوني وعلى خيمي يا ابني الخيل تفتر يا وعلى خيمي يا بويا الخيل يا لطيف تاور. هذا شبل الحسن، شبل حيدر أسد الله الغالب. هذا الفتى الذي لم يبلغ الحلم بعد أن رأى الأهل والأصحاب صرعى ودماء آل الرسول تسقي ظمأ الأرض فمرعوى، ومنأ بل جاء يتوسل عمه استئذانا للقتال. فهل مر عبر التاريخ حمية فتى بهذا العمر يدرك أنه ماض إلى أسنة الرماح فيسرع إليها؟ نعم، هو القاسم، وهي التربية الحسنية الحسينية التي أنتجته وصقلته بالقيم الإسلامية وبنور آل البيت، آل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تهمين الحياة
وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح. بأبي بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. وقفوا يدرؤون وقفوا يدرؤون سمر العوالي يا عنه والنبل وقفتي الأشباح. أدركوا بالحسين أكبر عيدا فغدوا في من الطفوف أضاحي. تقدم الإمام الحسين عليه السلام كالبرق يشق صفوف الأعداء، وضرب بسيفه قاتل القاسم فبتر ساعده، فانجلى غبار المعركة فإذا بالحسين قائما على رأس ابن أخيه. والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، يجيبك فلا ينفعك، أو يعينك فلا يغني عنك. إنها دماء تروي عطش كربلاء أقوى من هدير الفرات، صداها ما زال يقرع التاريخ بأسم التضحيات. راياتها خفاقة مدى الأجيال. إقدام القاسم على الموت فتى لم يبلغ الحلم، قلب مفاهيم الخوف والخنوع إلى مبادئ العزة والإقدام. عندما نحمل العقيدة سلاحا والكرامة هدفا، لا بد أن ننتصر كما انتصر هذا الدم الزاكي على السيف. Thank you.